أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة درسي مادة الرياضيات، أهلا بكم معنا مرة تانية وأخيرة في حلقة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء. هي آخر حلقات هذا العام في مراجعة على الديناميكا. بنتمنى لكم إن شاء الله بكرة في الامتحان كل توفيق وتفوق. واسمحوا لي قبل ما نتكلم في أي حاجة إني أرحب طبعا بأستاذنا الفاضل الجليل كالمعتاد أستاذ شعبان عبدالله زعمة. أهلا أستاذ محمد. أستاذ شعبان خلاص انتهت القصة إن وأصبحنا أمام. والله أستاذ محمد يعني إن شاء الله هيبقى امتحان هيبقى كويس، يعني مش هيبقى فوق الطالب المتوسط. إحنا قلنا الحلقة اللي فاتت إنه إن شاء الله الامتحان بكرة. هيبقى إن شاء الله يعني شوف أنتم ملاحظين حتى الامتحانات في الفترة الأخيرة كلمتين وبس، ما فيش فيها يعني مش تراكم، يعني مثلا نقول ومن ثم وجد كذا ومش عارف ايه على طول. والله حافظ القانون بتطبقه على لا طول. هي الامتحانات بالفعل بسيطه وان شاء الله انا متفائل بامتحان بكره ان شاء الله، وثم بالامتحان اللي بعده بقى الجبر والفراغيه ان شاء الله برضه السنه على خير باذن الله، ونرجع نفتكر هذه الذكريات فيما بعد ونضحك على اللي حصل فيها ان شاء الله. نبدا على طول في نموذج الامتحان اللي معانا النهارده. ايوه النموذج وكالمعتاد سؤاله الاول هو سؤال موضوعي. هنا بقى هنسال اكمل الحلقه اللي فاتت كنا اختيارات دي اكمل بقى. الفقره الاولى في السؤال الاول بتقول اذا تحرك جسم بسرعه منتظمه تحت تاثير قوتين متجه القوه قف واحد باتنين ميم سين ناقص ثلاثه صاد ومتجه القوه قف اتنين بستة سين زائد نون صاد فان ميم تساوي إيه كام ونون بكام؟ دلوقتي انا عندي الكلام ده احنا قلناه كتير قوي كتير وهنشوفه ان شاء الله. المساله اصلا بتتكرر يا استاذ محمد. تمام. قاف واحد بيساوي 2 ميم سين يعني له مركبه سينيه 2 ميم ومركبه صاديه سالب 3، وقاف 2 بتساوي 6 سين زائد نون صاد. ادام الجسم ماشي بسرعه منتظمه يبقى المفروض مجموع القوى المؤثره على الجسم بيساوي متجه الصفر. بما ان الجسم متحرك بسرعه منتظمه يبقى المفروض قاف واحد زائد قاف اتنين بيساوي المتجه الصفر. طيب لما اجمع القوه قاف واحد وقاف اتنين يبقى اتنين ميم زائد سته سين زائد سالب تلاته زائد نون صاد بيساوي المتجه الصفري. ادام عندك متجه بيساوي صفر يبقى المركبه السينيه بصفر، يبقى 2 ميم زائد 6 بيساوي صفر، يعني 2 ميم بتساوي سالب 6 يبقى ميم بتساوي سالب 3. الثانيه هيبقى سالب 3 زائد نون بتساوي صفر، يبقى نون بتساوي ايه؟ 3. يبقى انت جبت ميم ونون. لو عاوز ميم زائد نون اجمع ميم زائد نون. تمام. طيب. الفقره الثانيه ب بتقول وقف طفل وزنه 35 ثقل كيلوغرام على ميزان ضغط داخل مصعد متحرك لأسفل بعجلة منتظمة 140 سنتيمتر على الثانية تربيع، فإن قراءة الميزان كام ثقل كيلوغرام؟ احنا قلنا قراءة الميزان هو ريه أو شين حسب إذا كان معلق في ميزان زنبورك بنسميه شين، مواقف على ميزان ضغط بنسميه إيه؟ ريه. وريه وشين هي حاجة واحدة. يبقى عندنا آدي الطفل هو واقف على ميزان ضغط، يبقى وزنه كف ده لاسفل والضغط رد الفعل اللي هو تعتبر قراءه الميزان، هو متحرك لاسفل بعجله. ادام متحرك لاسفل بعجله يبقى في معادله حركه. يبقى كف د ناقص ر بيساوي كف في ج، واقدر استنتج ان ر بيساوي كف في د زائد ج، ور اللي هي تعتبر قراءه الميزان، وزن الجسم اللي هو 35 كتلته د 9.8 زائد ج 140 سنتيمتر على ساعه تربيع يعني 1.4، يبقى 35 في 2. هناخد بعد اذنك استاذ شعبان نشترك مع منى من العاشر نشوف طلباتها ايه او عايزه تشترك معانا ولا ايه. اهلا بيكي يا باشمهندسه. كده ايوه يا منى. ايوه اهلا بيكي. أيوة يا باشمهندسه. الله يخليك يا مستر. عامله ايه؟ عامله ايه يا منى؟ تمام الحمد لله. صوتك بيقول ان انت قفلت الامتحانات اللي فاتت كلها. الحمد لله بفضل الله. طيب اوامر عندك سؤال ولا عايزه تشتركي؟ بس يا مستر هو سؤال في كتاب المدرسة. يلا. ينزلق جسم على مستوى خشن. طب نكتب معاكي يلا. ينزلق جسم على مستوى خشن يميل على الأفقي. مستوى خشن يميل على الأفقي بزاوية قياسية 45. على الأفقي بزاوية قياسها 45. إذا كان معامل الاحتكاك 3 على 4. أيوة. إذا كان معامل الاحتكاك
ثلاثة على أربعة. أثبت أن الزمن الذي يقطع فيه الجسم أي مسافة يساوي ضعف الزمن الذي يقطع فيه النفس المسافة. ماشي. أثبت أن الزمن الذي يقطعه الجسم في أي مسافة يساوي ضعف الزمن. ضعف الزمن الذي يقطعه نفس المسافة لو أن المستوى كان أملس. يقطعه الجسم إذا كان المستوى أملس. ماشي. بفرض أن الجسم بدأ الانزلاق من السكون في الحالتين. ماشي ماشي. طيب انت لما حلتيها ايه الصعوبات اللي واجهتك يا منى؟ انا شايفها مساله عاديه لكن انا معترف انها طويله شويه. هل انت اعتراضك بس على طولها ولا يعني اقصد هنقعد نحلها؟ هي انت عارفه زي ما انا عارف والاستاذ كلنا عارفين انها طويله صفحه وش وضهر. لكن فيها مشكله في الحل؟ لا هو مش مشكله في الحل، هو مشكله في المنظر بتاع الناتج نفسه. منظر يخض. ايوه ارقام بايخه وطويله شويه في عدد خطوات. يعني انت طالبه ان احنا نحلها تاني علشان تتاكدي انها مش قصيره ولا خلاص؟ يعني عايزه احلها معلش. حاضر نحلها. ماشي ماشي. يعني هي عارفه حلها بس عايزه تشوفنا واحنا بنحلها. طب نشوفها يعني. طيب ماشي. طب هو في بقى بس نخلص المسائل اللي كانت معانا. حاضر. طيب نخلص دي. الفقره الثالثه نحلها بعد الاكمل. هو دلوقتي يبقى قراءه الميزان 35 نيوتن اقسم على 9.8 هتطلع ب 30 سكل كيلو جرام. يبقى دي قراءه الميزان. لو جينا قلنا في المسائل اللي هي طلبتها منا اسمها منا برضو منا من العاشر. وضع جسم. وضع جسم على مستوى ينزلق اهو. هيبقى عندنا هنا كاف دال جاهي اللي هي جاهي 45. وهنا في كاف دال وهنا ادري وهنا كاف دال جتا 45 وبينزلق يبقى ميم ر لاعلى. اعمل معادله الحركه بقى. يبقى كاف دال جا 45 ناقص ميم ر بتساوي كاف في ج. كاف دال جا 45 بجذر 2 على 2 ميم ب 3 ارباع في ر كاف دال في جذر 2 على 2 بتساوي كاف في ج. الكاف مع الكاف مع الكاف وعندنا جذر 2 على 2 دال ناقص 3 على 8 جذر 2 دال هتساوي ج. هتوحد المقامات هيبقى كام كده؟ يبقى 4 جذر 2 ناقص 3 جذر 2 على 8 دال يبقى جذر 2 على 8 دال ج. ده العجله هو ايه؟ نازل. مش كده؟ تمام. اقدر اجيب الزمن بقى. يبقى ف بتساوي عن صفر نون زائد نص ج نون تربيع. ده هو ابتدى من السكون. يبقى صفر نص العجله جذر 2 على 8 دال في نون واحد تربيع. يبقى ف بتساوي جذر 2 على 16 دال نون تربيع. يعني نون واحد تربيع يبقى نون واحد تربيع 16 ف على جذر 2 دال سيبقى نمرة واحد. طب اما يكون الجسم نازل على مستوى ماء الاملس يبقى العجله بتساوي ايه؟ دال جاهي. ايوه اهو. عندما يهبط هي عارفه الكلام ده كله. هي بس بتشوف هي طويله فعلا زي ما عملتها. هي طويله فعلا ولسه قدامنا المشوار. يهبط على مستوى ماء الاملس يبقى العجله دال جا 45 يعني جذر 2 على 2 دال. هجيب برضو فيه نفس الكلام. خلي دي فيه واحد او ممكن نعملها بين فيه واحد وفيه 2 يبقى برضو عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع يبقى فيه بتساوي صفر نص جذر 2 على 2 دال نون 2 تربيع. الاتنين طبعا متساويين اهو. جذر 2 على 16 دال نون 1 تربيع هتساوي جذر 2 على 4
دال نون اتنين تربيع. الدال راحت مع الدال وعندنا دي راحت مع ديت، هيبقى ربع نون واحد تربيع هساوي نون اتنين تربيع، يبقى نون ونون اتنين بيساوي نص نون واحد، ويبقى نون واحد بيساوي اتنين نون اتنين. يبقى فعلا الزمن ضعف الزمن يا استاذ محمد. هي لا كل ده احنا هي بتقول عارفاه، بس عايز تاكد ارقام بايخه. ارقام بايخه مع نون واحد ارقام مش حلوه. مش هو الفكره ان انا اجيب المسافه في الفرح في الفتره الاولى المسافتين زي بعض اسوهم ببعض، اجيب علاقه بين نون واحد وايه ونون اتنين. نرجع احنا نكمل مشوارنا بقى. يا رب تبقى منا ارتاحت دلوقتي وعرفت انه السؤال هو طبيعته كده. طب انا يعني عايز اخد رايك برضو، يعني انا هقول اللي منا احرجت لادبها ان هي تسال فيه، هل سؤال فيه ارقام بايخه زي كده ومفيش حاجه فنيه؟ هو مش صعب. لا مش صعب. بس هل يعني هي عايز تقول يعني الارقام البايخه دي ممكن تجيبها في الامتحان؟ احنا فعلا حصل معانا في الامتحانات. لا وارد. انا لقيت ناس في التفاضل بيشتكوا. يعني انا بقول لك يا فاش، انا اقصد اقول لك ايه، احنا في التفاضل بعض الناس، مش انت شفت الشكاوى بتاع التفاضل من كتير من الطلاب؟ عارف بعض الطلبه يقول لك ايه، جيت احل السؤال رقم اللي هو بتاع الاشتقاق بسط ومقام ده اللي هو فيه المشتقه الثالثه، ها لقيته طويل قوي وبايخ، فجت لي صدمه. يعني ما هو وارد ان يحصل، بيختبرك انت نفسك طويل ولا لا، مش بس في قدراتك الفنيه، زائد قوي الملاحظه انك انت تطلع المقام فوق ولا لا. يعني دي سياسه النفس الطويل، ما فيهاش اي فكره غير ان انت بس تكمل لحد الاخر، وانك انت يبقى عندك ثبات انك انت لما تلاقي رقم بايخ ما تتخضش وتراجع كلامك. بس انت ملاحظ يا محمد الامتحان بيبقى تطبيق مباشر، يعني ما فيش فيه خطوات كتير. طيب نرجع نتكلم في الموضوع ده ثاني لما بس نكمل السؤال بتاع الاكمل. اوكي، الفقره الثالثه من سؤال الاكمل بتقول ايه معاك يا استاذ شعبان؟ جسم كتلته الواحده. جسم كتلته الواحده يتحرك تحت تاثير قوه قاف. يتحرك تحت تاثير قوه قاف مديها لي بالمتجهات الف زائد 3 في اتجاه سين زائد ب في اتجاه صاد، وكان متجه ازاحته متجه فيه بيساوي نون تربيع سين زائد نص نون تربيع صاد، فان الف بكام وب بكام؟ كنت انا قلت يا استاذ محمد لما يكون عندك مديك الكتله ومديك الازاحه على طول تعرف ان انت تقول ق متجه ق بيساوي كف متجه، يعني الازاحه دي على طول تنطلق منها للسرعه ومنها للايه؟ للعجله. الكتله ك بتساوي واحد، انا عندي ق الف زائد 3 س زائد ب ص، عندنا الإزاحة فيه نون تربيع سين زائد نص نون تربيع صاد. أشتق الإزاحة ديك السرعة ديك العجلة، يبقى اتنين سين زائد صاد، وارجع أقول له بقى قاف متجه قاف بيساوي كاف في متجه جيم. قاف عندنا ألف زائد 3 متجه سين زائد ب متجه صاد، كب واحد يبقى بتطلع باتنين سين زائد متجه صاد. متجه بيساوي متجه، يبقى المركبة السينية بيساوي المركبة السينية، يبقى ألف زائد 3 بتساوي 2، يبقى ألف بتساوي سالب 1 وب بتساوي 1، يبقى انت جبت ألف وإيه وب. حاجات بسيطة جدا وسهلة. طيب الفقرة اللي بعدها بتقول مصعد يتحرك رأسيا لأعلى بعجلة منتظمة قدرها 1.4 متر على الثانية تربيع، بداخله ميزان معتاد زي كفتين. وانا عايز قبل ما اكمل قراية نتفق، في ميزان ضغط، في ميزان زنبوركي، وفي ميزان زي كفتين اللي هو بتاع السوق ده. ميزان الضغط بيطلع ايه والزنبوركي بيطلع ايه؟ صعودا وهبوطا. وزي كفتين بيطلع ايه؟ وزنه الحقيقي. ابو كفتين ده الميزان زي كفتين ده على طول بيطلع الوزن الحقيقي. حتى لو كان محطوط داخل مصعد متحركا لا اعلى او لا اسفل. كنا احنا قلنا ايام ما خدنا التطبيق ده قلنا لو وزننا جسم في ميزان زي كفتين طالع نازل الوزن ما بيتغيرش. ده في الميزان زي كفتين لا تاثر بعجله صعود وهبوط. انما لو ميزان ضغط لا في وزن ظاهري مختلف عن الوزن طالع اكبر من الوزن، وكذلك الزنبوركي. حلو، يبقى نرجع لمساله الميزان زي الكفتين. هنا بيقول لي يتحرك لاعلى بعجله منتظمه 1.4 متر على الثانيه تربيع، بداخله ميزان معتاد زي كفتين، فاذا وضع في احدى الكفتين فاكهه
فعادلت مع صنج او تعادلت مع صنج كتلتها 4 كيلوغرام في الكفه، في الكفه الاخرى، فان وزن الفاكهه كام سوق لكيلوغرام؟ شفت الحته الفنيه البسيطه دي؟ يعني هو ده ميزان ذي كفتين، يعني اللي بيطلعه لنا ده الكتله بتاعت بتاعت الفاكهه اللي بتعادل صنج كتراك. يعني ايه الكتله بتاعت الكفه تعادل صنج؟ يعني هو حاطط الناحيه الثانيه دي صنج 4 كيلو، يبقى الكفه فيها كام كيلو؟ 4. حلو قوي. يبقى وزنها كام؟ 4. 4 ايه؟ سوق لكيلو جرام، او 4 في 9.8 من 10 نيوتن. هو عايزها بالسوق لكيلو جرام، يبقى تعادل وزن قد ايه؟ 4. واحنا قلنا لسه من شويه حد دلوقتي يتصل يقول لك طب ما انت بتقول لي صاعد بعجله كذا مديها لي ليه؟ مديها لك لخبطك. مديها لك اشوفك فاهم ولا لا؟ توجد قراءه الوزن الظاهري. تمام. يبقى هنا وزن الفاكهه يبقى 4 سوق لكيلو جرام على طول. طيب الفقره اللي بعدها فقره اله بتقول هبط جسم كتلته 2.5 كيلو جرام لمسافه 80 سنتيمتر على خط اكبر ميل لمستوى املس يميل على الافق بزاويه 30 درجه، فان التغير في طاقه الحركه بيساوي نقط. احنا عارفين التغير في طاقه الحركه بيساوي ايه؟ الشغل المبذول. طب شغل هنا ايه؟ مركبه الوزن، يعني كيف ده الجهف. يعني لو انا جيت رسمت لها رسمه كده اهو، ادي الجسم موضوع على مستوى، هبط اهو، طبعا اللي بينزله مركبه الوزن اللي هي كاب ده الجاهي، ومستوى املس يبقى كاف ده الجاهي. ناخد معانا وانت بترسم كده يا استاذ شعبان من المنيا يوسف. اهلا بيك يا يوسف. يوسف كان معانا. يوسف دي يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استفسر يوسف، تكلمتنا في الحلقه اللي فاتت؟ لا. طيب يلا ها استفسر. انا كنت عايز اعرف انت ازاي احط ميم ره وامتى احط ميم. امتى تحط ايه؟ ميم ره ومره ميم، صح؟ لا ده حسب المعطيات يا يوسف، خليك معايا. افرض انا في المعطيات قلت لك وكان معامل الاحتكاك بيساوي كذا، هتتعامل مع هذا المعامل بانك تضربه في ره اللي هي كاف دال جتا هي في الغالب، يطلع لك ميم ره، تتعامل مع الميم ره على انها المقاومه. انما في مساله اخرى زي ما حلينا من شويه قال لك وكانت المقاومه كذا، يبقى تاخد المقاومه تشتغل بيها على انها مقاومه الاحتكاك والهواء واي حاجه كله. حلو كده. فالميم معامل الاحتكاك لازم تتضرب في ره، يبقى الميم ره على بعض هي المقاومه. حتى ساعات في مساله كده اوجد الشغل المبذول من قوه الاحتكاك، يبقى انت بتجيب ميم ره واضربه في ره، او من المقاومات وتتعامل مع الميم ره على انها مقاومه. ماشي يا يوسف. تمام. يعني حسب المعطيات من الاخر كده، قال لك ميم معامل احتكاك مشيها ميم ره للمقاومه، ما قالش معامل احتكاك ومشاها كده، يبقى المقاومه هي اللي موجوده في المعطيات. ايه تاني يا يوسف؟ طيب ممكن اشارك محاضرتك؟ طبعا تنورنا وتشرفنا. يلا. ادي الجسم على مستوى مائل يا يوسف اهو، مائل املس، وهنا كاف دال، يبقى اللي هيبذل شغل، مين اللي هيبذل شغل هنا يا يوسف؟ مش سامع معلش. يوسف سامع كده؟ ايوه كده تمام. طيب مين اللي هيبذل شغل هنا؟ الشغل هنا على حسب الشغل بيساوي كف في ف. لا في المسألة بتاعتنا، مين اللي هيبذل شغل يا يوسف؟ الشغل هو عايز شغل الوزن. دلوقتي مش احنا بنقول التغير في الطاقة بيساوي الشغل المبذول من القوة المحدثة للعجلة؟ أيوه. طب مين اللي هيبذل شغل هنا في المسألة بتاعتنا؟ مركبة الوزن يا يوسف. كف دلجة اهي. هو في حاجة تانية في الرسم غير كف دلجة اهي أصلاً؟ هو مش سامع كويس معلش. طب خلاص احنا كمان مش سامعينك كويس يا يوسف، تتابعنا افضل في التلفزيون؟ تتفرج علينا افضل؟ شاكرين يا يوسف، هو مش سامع كويس. يبقى التغير في طاقه الحركه يساوي الشغل المبذول. مين اللي هيبذل الشغل هنا؟ اللي هو مركبه الوزن كاف دال جا اهي، يبقى كاف دال جا 30 في المسافه اللي هي فيه. كاب 2.5 في 9.8 فيه بنص جا 30.5، المسافة عندي 80 سنتي، يبقى 80 على 100 جول. تمام كده؟ تمام. يبقى تطلع ب 9.8 من 10 جول. بعدها مديني رسمة وبيقول لي في الشكل المقابل وبيسأل، هي رسمة على شكل من أشكال تطبيقات نيوتن وهو التطبيق الثاني.
كتلة تتدلى رأسيا مسمينها ب، وكتلة أخرى موضوعة على المستوى الأفقي اسمها ألف أفقي أملس. وقال صراحة إذا كان المستوى الأفقي أملس وكتلة ألف 5 كيلوغرام والضغط على محور البكرة 14 جذر 2 فإن العجلة بكام وكتلة ب بكام؟ يعني حتى لو جينا كبرنا الرسم شوية، هذا مستوى أفقي أملس بيتدلى منه كتلة اسمها ب، ادي دي ألف ودي ب، ألف 5 كيلو، 5 كيلو طبعا هنا في شين وهنا في شين. الراجل قال لك الضغط على البقرة في الحالة دي الضغط على محور البقرة مش بيساوي الشين جذر 2؟ خلاص يبقى هو قايل لك 14 جذر، يبقى ضاد بيساوي جذر 2 شين. بس انا عندي ضاد ب 14 جذر 2، يبقى جذر 2 شين يبقى شين بكام؟ ب 14. بس طيب انا عندي الكتلة ألف، يبقى اقدر اجيب العجلة، يبقى عندي شين بيساوي كاف جيم، شين ب 14، التمييز هنا مديها لك بالايه؟ بالنيوتن، بتساوي كاف اللي هي 5 في جيم، يبقى جيم 14 على 5 هيطلع 2.8 متر على الثانية تربيع. نيجي الكتلة بقى المتدلية اللي هي ب، اعمل معادلة حركتها اهو. بس وانا بعمل المعادلة بتاعتها بقى عندي الجيم وعندي الشين خلاص. بقى خلاص. يبقى عندنا كاف دال ناقص شين بيساوي كاف في جيم. كاف عوزها في 9.8، شين ب 14 بيساوي كاف في جيم 2.8. يبقى 9.8 كاف ناقص 2.8 كاف هتساوي 14، يبقى 7 كاف بتساوي 14، يبقى كاف بتساوي 2 كيلوجرام. وكان لها على فكرة حل تاني على فكرة. أنا ممكن أقول له كده جيم بيساوي كاف على كاف زائد 5 في دال اللي هي كام؟ 9.8. أنا عندي العجلة كانت موجودة 2.8 بتساوي كاف على كاف زائد 5 في 9.8، أقدر أطلع منها قيمة كاف. بكده يبقى انتهينا من السؤال الموضوعي، السؤال الأول بفقراته الستة. وننطلق إلى أول سؤال عندنا في المسائل العادية، الفقرة الأولى من السؤال الثاني اللي هيشترك معنا فيها بعد ما نسمع أسئلته من الإسماعيلية الباش مهندس محمد. أيوة محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا باش مهندس محمد. ربنا يخليك. كان عندي سؤال بس. أمر. جسم كتلته 20 جرام. نكتب يلا. جسم كتلته 20 جرام. جسم كتلته 20 جرام. بتحرك على مستوى افقي تحت تأثير قوة ثابتة. بتحرك على مستوى افقي. تحت تأثير قوة ثابتة. تحت تأثير قوة. قوة ثابتة. وضد مقاومات. تعادل خمس وزنه. خمس وزنه. ضد مقاومات تعادل خمس وزن. فقطع 21 متر في الثواني الثلاثة الأولى. فقطع 21 متر في ثلاث ثواني. في ثلاث ثواني الأولى. ثم أبطل تأثير القوة. لا من الثلاث ثواني الثلاثة الأولى من حركته، و 15 متر في الثانية السادسة. في الثانية الإيه؟ السادسة. السادسة 15 متر في الثانية السادسة. و 23 متر في الثانية العاشرة. حلو. الثانية العاشرة. وكم؟ 23 متر في الثانية العشرة. في الثانية. المفروض الأول اثبت أن هذا الجسم يتحرك بعجلة منتظمة. أنه في الثانية العاشرة. العاشرة يا محمد؟ العاشرة اثبت أنه يتحرك بعجلة منتظمة. وأوجز القوة المؤثرة عليه. وقف بكام؟ الجسم بعجلة منتظمة. منتظمة. ثم أوجد. وأوجز القوة المؤثرة عليه. قاف. وكذلك سرعته الابتدائية. كذلك سرعته الابتدائية. وأوجد المسافة التي يقطعها في الثانية الخامسة فقط.
المسافة في الثانية الخامسة. حلو، تحس انها مسألة ثانية ثانوي. معلش كان في سؤال ثاني بس. ها مش كده؟ دي ثانية ثانوي كلها يا محمد. دي ثانية ثانوي طبعا مش كده؟ تقريبا على القانون نيوتن الثاني. لا ماشي. لا يا ابني الجزء الاولاني اثبات ان ماشي بعجله. طب يلا ماشي 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 ماشي. ايه تاني يا سيدي؟ في سؤال على قانون نيوتن الثالث. يلا. يقف رجل كتلته 80 كيلو جرام على ميزان ضغط حاملا على كفه كتله مقدارها 2 كيلو جرام. حاملا على كتفه على كفه كفه كتله مقدارها 2 كيلو جرام. حامل على كفه كتلة مقدارها 2 كيلو جرام. مقدارها 2 كيلو جرام. فإذا حرك الرجل كفه لأعلى، حرك كفه لأعلى، تحرك بعجلة 490 سنتيمتر على الثانية تربيع. 490. فإذا تحرك حرك الرجل كفه لأعلى، كفه لأعلى بعجلة 490 بعجلة سنتيمتر على الثانية تربيع. فأوجد قراءة الميزان في هذه الحالة. قراءة الميزان في هذه الحالة. وماذا تكون قراءة الميزان إذا حرك الرجل كفه لأسفل بنفس العجلة؟ ماذا تكون قراءة الميزان إذا حرك الرجل كفه لأسفل بنفس العجلة؟ ماذا تكون لأسفل بنفس العجلة؟ قراءة الميزان عندما يحرك الرجل كفه. انت مدرك يا محمد انه خلال الثانية السادسة يعني من اول الزمن بخمسة لحد الزمن بستة؟ من اول ايه؟ خلال الثانية السادسة يعني من اول نون بخمسة لحد نون بستة، مدرك كده؟ الثانية السادسة؟ طبعا، على اعتبار انه الثانية الاولى للحركة من اول نون بصفر لحد نون بواحد. تمام. يبقى بالمثل الثانية السادسة من نون بخمسة لحد نون بستة، ويبقى الزمن المتوسط في هذه الحالة خمسة ونص. دي سرعة متوسطة. حلو. عشان نطلع ايه من الزمن المتوسط زي ما الأستاذ شعبان بيقول، نطلع منها السرعة المتوسطة، المسافة المقطوعة خلال هذا الزمن يعني 15 متر على يعني. طب ممكن نكتب له الكلمتين دول يا أستاذ شعبان؟ طب بص بص يا السرعة المتوسطة الأول. المسافة اللي هي 15. طب نمسك حتة حتة. طب أول هو الأول قطع 21 متر في 3 ثواني، يبقى السرعة المتوسطة في 3 ثواني. أيوة. يعني السرعة في منتصف الزمن صح؟ في منتصف واحد ونص ثانية يعني. يبقى 7 متر على الثانية. تمام. ويبقى هنا 1.5 ثانية وهنا 1.5 ثانية. تمام كده؟ تمام. نيجي في الثانية السادسة. آدي الثانية السادسة. منتصفها 5.5. يعني ده كله 5.5 ثانية. ويبقى السرعة المتوسطة المسافة على الزمن. يعني 15. 15 متر على الثانية. نيجي في ما 15 متر على الثانية. تمام. ما انت خلي بالك استاذنك يا استاذ شعبان في حاجة بقى هي اللي ممكن تتلخبط أي حد. انت لما بتجيب السرعة المتوسطة، ده اللي كنت عايز أكمله لك، السرعة المتوسطة دي بيساوي المسافة اللي هي 15 على عدد الثواني صح؟ اللي هي واحد. هي عملت 15 متر في قد إيه؟ في ثانية، سواء 6 7 لكن هي ثانية صح؟ معايا يا محمد؟ يبقى السرعة المتوسطة خلال الثانية الستة بيساوي المسافة المقطوعة خلال هذه الثانية وهي 15 متر على عدد الثواني، يعني على واحد. تطلع كام السرعة المتوسطة؟ 15 متر زي ما انا بنبينها لك كده. اضيف لك حتة صغيرة بقى واسيبكم. هي السرعة المتوسطة دي مش ليها علاقة بتقول ان العين بيساوي عن صفر زائد جيم نون؟ ما هو عاوز يجيب يثبت ان دي ماشي بعجلة منتظمة. ما انا بس لا ما انا هسيب حضرتك. السرعة المتوسطة دي لو دخلتها في العلاقة هتكتب 15 دي السرعة المتوسطة بيساوي السرعة الابتدائية اللي حضرتك طالبها، اعمل لك ليها معادلتين حلوين زائد العجلة بس الزمن مش بواحد، الزمن دلوقتي بخمسة ونص. شوف الفرق بقى الرهيب، هي دي النقطة اللي في الموضوع كله. الزمن بواحد امتى؟ لما بقسم المسافة على عدد الثواني واطلع السرعة المتوسطة. اول ما بجيب السرعة المتوسطة احطها في العلاقة عين المتوسطة بيساوي عن صفر زائد العجلة في الزمن. انهي زمن؟ خمسة ونص اللي هو متوسط الزمن مش عدد الثواني. اتفضل معايا يا محمد بيه. محمد كده نسبنا ولا ايه؟ محمد خساره. طب بص في الثانيه العاشره برضه هتبقى 23 كل الزمن ده كله اللي هي بقى 9.5.
عاوز يقول لك ايه نسبه الماشي بعجل. نيجي من اول 7 ل 15. أيوة. في زمن قد ايه؟ في زمن 4 ثواني. أيوة. يبقى اقدر اجيب جيم هيبقى 15، جيم 1 ناقص 7 على كام؟ 4، ما دي 5.5 ودي 1.5، يبقى 4 مش كده؟ هو في الاول قلنا 15 على 1 يديني السرعه المتوسطه، بعد كده هكررها مع الثانيه العشره اللي هي 23 متر. برضو يبقى 15 ناقص 7 بكام؟ ب 8 على 4 يطلع 2 متر على الثانيه تربيع. هات جيم 2 برضو لما اتغيرت من 15 ل 23 يبقى 23 ناقص 15 من 5.5 على 4 بقى هيطلع 8 على 4 بيساوي 2 متر على الثانيه تربيع، يبقى جيم 1 بيساوي جيم 2. يعني العجله بتاعته فعلا منتظمه. جبناها منين قبل ما نكمل الجزء الاهم والاخطر؟ انه في المرحله الاولى طلعت العجله بتساوي 2. جبناها منين؟ جبت التغير في السرعه على الزمن، معدل تغير السرعه بالنسبه للزمن. هو قال لي اتغيرت منين لفين؟ من 3 ثواني، من 7 ل 15 في 4 ثواني. حلو، من 7 ل 15 في زمن قدره 4 ثواني. تطلع 8 على 4 تطلع ب 2 متر على الثانيه. حلو. وجيم 2 برضو في الفتره من 15 ل 23. ايوه. يبقى 23 ناقص 15 على 4 يطلع الاثنين زي بعض، العجلتين زي بعض، يبقى ماشي بعجله منتظمه. بعجله منتظمه. طلب بعدها يا سيدي السرعه الابتدائيه عايزها بكام؟ سرعه بقى اعمل بقى اي معادله من اي واحده من دول. هعمل معادلتين. عين بتساوي عن صفر زائد جيم نون. تمام. ما ماشي بقى بعجله منتظمه. ايوه. عين ب7 عن صفر زائد جيم ب2 في نون ب3 على 2. هتطلع عن صفر ب4. جميل. يبقى دي السرعه الابتدائيه. واخر مطلوب كان عايز القوه، ودي سهله بقى خلاص، لان قاف ناقص ميم بيساوي كاف جيم. بسيطه بس تظبط الوحدات. واخر حاجه المسافه المقطوعه في الثانيه الخامسه. المسافه في الثانيه الخامسه. نجيب السرعه المتوسطه في الثانيه الخامسه. اللي هي تعتبر السرعه في منتصف الثانيه الخامسه. يبقى عن صفر زائد 4.5 جيم. عن صفر ب4، 9 على 2 جيم ب2، يبقى 4 زائد 9 يطلع 13 سنتيمتر على ثانية. السرعه المتوسطه في الثانيه الخامسه تعتبر هي المسافه في الثانيه الخامسه. يبقى المسافه في الثانيه الخامسه برضه 13 سنتيمتر. ليه السرعه المتوسطه هي المسافه؟ لسه قايلين عشان المسافه في الزمن، المسافه في زمن واحد على عدد الثواني. فكانه السرعه المتوسطه هي المسافه، بدل ما اجيب له المسافه رحت جبت له السرعه الايه؟ المتوسطه. منين؟ عين صفر الابتدائيه زائد العجله اللي الجسم متحرك بيها في الزمن المتوسط اللي هو كام؟ 4.5. ده كان سؤال محمد مسعود. نيجي بقى عاوز يجيب قاف بقى، يبقى قاف سهله بقى، ناقص ميم بيساوي كاف في جيم. قاف ناقص 5 كاف دال بيساوي كاف في جيم. هي الكتله كانت كام اديها لك؟ 20 جرام. يبقى قاف ناقص 5 في 20 في 980 هتساوي 20 في جيم ب2. دي مع ضيف الاربعه يبقى قاف 4 في 980 زائد 40 يطلع ضاين. بس ده كان محمد من اسماعيليه، وليه سؤال تاني بس اللي هو بتاع راجل 80 كيلو واقف على ميزان ضغط يحمل على كف ثقلا. احنا قلنا مساله زي كده فعلا خلال المراجعات، بس نعيدها تاني ما يجراش حاجه، بس ندخل معانا سواء يحلها معانا او نسمع طلباته من المنصوره احمد. ولو نحن ان شاء الله بعد ما نخلص مكالمه احمد هننتظر مكالمه اخرى من محمد من اسماعيليه يقول لنا لو ليه طلب ان المكالمه قطعت اصلا. ايوه يا ابو حميد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مستر محمد؟ اهلا بيك حبيبي. استاذ شعبان. انا ازيك يا محمد؟ ازيك يا احمد؟ احب اشكرك على المجهود الكبير ده والله. لا شكرا على واجب، ربنا يجيبه في فايده ان شاء الله، كمل لكم على خير. كان عندي استفسار بس على حاجه كده حلناها من حلقه، انا مساله اكمل كده. قول على طول. وضع جسم وزنه 9 نيوتن على مستوى افقي. يعني نكتب؟ متحركه. ماشي نكتب. وضع جسم وزنه 9 نيوتن على مستوى افقي وتحرك بسرعه منتظمه. ايوه. تحت تاثير قوتين. ها. قاف واحد بتساوي 3 س زائد 4 ص. ايوه. قوتين 3 س زائد 4 ص. وقاف 2 بتساوي سالب س زائد ص. ايوه. حيث مقدار قاف بالنيوتن. حلو. فان
وعايز مقاومه المستوى ورد فعل كاف العمود. اتنين بكام يا كاف؟ ناقص س زائد ص. ناقص س زائد ص. وعايز مقاومه المستوى ورد فعل العمود. حلو، قلنا ليها حلين دي. احنا حللناها ومحور السينات ومحور أيوة. الضغط، وطلعنا جميل المقاومه باتنين ورد فعل باربعه. ماشي. بس انا عندي بقى استفسار كده. اتفضل. مش الوزن بالنيوتن؟ الوزن بالنيوتن. هو مديني الكاف متجهات؟ ما جراش حاجه، ما انت يعني حلتها مركبات. القاف اللي بالمتجهات دي لما انت حللتها هي مكتوب قاف واحد ب3 س زائد 4 ص، وقاف 2 ناقص س زائد ص، حيث قاف مقاسه بالنيوتن. هو اللي بيقول. عارف لو قال لك، لو لعب بقى لعبه كبيره مع الطلبه وقال لك حيث قاف مقاسه بالضين، ما ينفعش ننزلها كده. بص يا محمد، بص يا احمد، هي المساله لها حلين زي ما انت قلت. لو انا هحطها على صوره مركبات اجي اقول له كده، بس بص معانا كده. هو حلها بس بيستفسر ليه الوزن بالنيوتن والقوه مشيت كده، لان ما قالك بالنيوتن. مش هو ده سؤالك ولا عايز نحلها لك تاني؟ لا انا عارف حلها. طبعا هو عارف حلها، هو بيسال القوه دي. عاوز حلها محمد ولا يا لا احمد؟ عارف حلها، عارف حلها. عاوز حلها. يعني هو القوه بالنيوتن والوزن بالنيوتن مع بعض بس. بس ماشي ماشي. لو مش بالنيوتن بقى نظبط الوحدات عادي، نظبط الوحدات كانك بتضرب في لو كان بالسكر كيلو جرام اضرب في 9.8. تمام. حاجه تانية يا محمد؟ يا احمد شكرا مستر حمد، بالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله، ونبارك لك قريبا باذن الله. فاضل سؤال اللي هو يقف رجل، ده بتاع اسماعيليه برضو محمد، بيقول يقف رجل 80 كيلو جرام على ميزان ضغط حاملا على كفه ثقلا 2 كيلو جرام. هو الراجل 80 واقف على ميزان الضغط وشايل طبعا ساكن اتنين. ساكن. فاذا حرك كفه لاعلى بعجله، كفه اللي متحرك لكن هو مش بيتحرك، يبقى يجيب معادله حركه الميزان. الكفه هو لما يحرك كفه كده قراءه الميزان اللي هو واقف عليه تزيد ولا تقل ولا تفضل زي ما هي؟ ما هنشوف بقى، هنشوف أيوة. الضغط على ايده زائد وبعدين يعني هو لما يرفع، انا يعني بصوره وديه كده، هو واقف على الميزان وشايل حاجه في كفه رفعها لفوق، يفضل تأثيره على قاعدة الميزان هو ولا يزيد؟ لا يتغير طبعا. يتغير. ده اللي احنا عايزينه. هجيب معادلة حركة الكفة. أيوة. لو كان طالع. أيوة. اهو. ادي كفة اهو، اهوت ادي الكتلة والكتلة صاعدة. يبقى ر، وادي كف د. يبقى ر ناقص كف د بيساوي كف ج. يبقى ر الكتلة 2 في 9.8 زائد العجلة كام؟ 4.9. يبقى 7 معنا الواحد، يبقى 14.7 نيوتن. يبقى ده ضغط الكتلة على الكف، على كف الرجل. ده ضغط الثقل على كفة الرجل ده. اللي هيأثر اكيد بالتبعية على تأثير على قراءة الرجل الميزان. على مظبوط، قراءة الميزان اللي واقف عليه الرجل. طبعا الرجل واقف عادي. يبقى قراءة الميزان اللي هي قراءة اللي هي بتاعة الضغط على الكف زائد وزن الرجل كام؟ 80 في 9.8. عشان كده انا كنت بسأل، في حالة انه الكفة في ايده دي طالعة تزود. طب نازلة هتقل. هتقلل. مرة نفسي هجمع. بقى كده بس هيبقى بالسالب بس بقى. مرة هجمع ومرة ايه؟ هطرح. تمام؟ تمام. ننتقل منها. ده كان سؤال محمد من الاسماعيلية، لو في اي اضافة او اي تعليق او سؤال احنا في انتظار مكالمتك يا محمد. وننطلق الى الفقرة الاولى من السؤال التاني. بتقول ايه بقى يا استاذ شعبان؟ دي اول مسألة. المسألة برضو موضع اسئلة. دايما بتيجي. تتحرك كرة معدنية كتلتها 200 جرام في خط مستقيم بسرعة ثابتة، مقدار السرعة الثابتة 15 متر كل ثانية، في وسط محمل بالغبار، فإذا كان الغبار يلتصق بسطح هذه الكرة بمعدل 4 من 100 جرام كل ثانية، يعني الكتلة نفسها تتغير، اوجد مقدار القوة المؤثرة عليها عند أي لحظة زمنية نون، علما بأن الكرة كانت خالية تماما من الغبار عند بدء الإيه؟ يبقى هنا يا استاذ محمد الكتله ثابته ولا متغيره؟ لا بتتغير بتغير الزمن. يبقى نقدر نقول قاف بيساوي كاف جيم؟ ممنوع. لازم اقول له قاف هي دال دال نون كاف عين. يبقى الاول اجيب كميه الحركه واشتقها. تمام. يبقى لازم اجيب الكتله عند اي لحظه. تمام. فنقدر نقول كاف بعد زمن نون هتساوي ال 200 زائد المعدل في الزمن. ايوه. المعدل كام؟ 4 من 100
في نو. يبقى دي سكوت، يبقى كتله متغيره اهو. ايوه اقدر اجيب كميه الحركه ميم هتساوي كاف في عين. يبقى 200 زائد 4 من 100 نون في عين بكام؟ ب 10. السرعه لا السرعه ب 15 يبقى 1500 هيبقى جرام سنتيمتر على الثانيه السرعه بتاعتنا. اقدر اجيب بقى دي كميه، يبقى كميه الحركه ميم. هناخد معانا بعد اذنك استاذ شعبان بقى كل سنه وانت طيب، بكره الامتحان هناخد معانا امير من القاهره يشترك معانا في بقيه المساله. اهلا بيك يا امير. ازيك يا امير؟ الحمد لله. انا كويس الحمد لله، انت كويس؟ الحمد لله. معلش بس عندي استفسار في الامتحان، نفس اللي احنا امتحناه في السؤال الخامس. اؤمر على طول قول ماله. طيب يا استاذ اللي احنا جبنا العجله هتبقى ب 245 من 100 تمام كده؟ والله انا مش معايا الامتحان بس ماشي تمام كده. ايه السؤال بقى؟ بيقول لي انا ما بحبش اتكلم في الماضي بس يلا قول سؤالك. ماشي. جسمين ألف وبي كتلة صوامة 2.1 كيلو جرام و4.1 كيلو جرام. ماشي ماشي. طب اسمع، طب هتسمع، انا هعمل لك مساله زيها دلوقتي. لا هو بس عنده استفسار، مش عايز يحلها. عاوز الاستفسار بس بيقول لك عليه. انا عايز بس اللي هو الجزء بتاع الشد في الخيط الذي يصل بين ألف وبي. بين الكتلتين اللي هم مع بعض اللي فيها واحده. ايه؟ الكتلتين اللي فيها واحده. البقره. البقره يا امير. البقره اللي هي ناحيه الشمال الف وبي والناحيه اليمين فيها جيم. اللي هي كان اللي تحت كانت 2.1 باين صح؟ واللي فوق 4.1. بص بقى، ايه اوجد معدل حركه الكتله اللي تحت خالص. ماشي. هيبقى هنا في شين وهنا شين، وكان دول كانوا طالعين مش كده برضو؟ هجيب معدل الحركه، يبقى شين واحد ناقص 2.1 كانت ايه؟ كيلو جرام؟ يبقى في 9.8 بتساوي 2.1 في جيم 2.45. جيب شين واحد، جبت شين واحد اهو. معاه امير؟ بس يطلع نيوتن. عاوز ابص كل كيلو جرام اقسم على 9.8. يبقى انت بتجيب معادلة حركة الكتلة اللي هي 2.1 لوحدها. يعني هما يا بص ادي الكتلة. والتانية كده ودي الكتلة كده، هيبقى في شدين كده. شين واحد ومثلا شين واحد، ودي الكتلة دي تحت، هجيب معدل حرارة الجسم ده بس. اللي يبقى شين واحد، هو كان طالع لفوق. شين واحد ناقص 2.1 في 9.8 بيساوي 2.1 في العجلة 245 من 100. تمام يا أمير؟ تمام. ماشي. خلاص كده أمير فهمت اللي أنت عايزه؟ في نفس الامتحان اللي هي السؤال الثاني بيه. كان عايز درجه حركه عندما يصطدم بالارض. لا ما تعجبش سرعه اصلا صدمه بالارض. سرعه وصوله للارض سهل تحصل عليها، وبالتالي تقول له طاقه الحركه نص كاف عين تربيع. فين السؤال بقى هنا؟ اللي هي السرعه، اللي هي السؤال اللي بعدها اجيب السرعه وبعد كده في نص كاف. ما انت عندك طاقه الوضع، مش انت عندك الكتله كانت على ارتفاع كام الكتله اللي سقطت؟ كم؟ هجيب طاقة الوضع، هي نفسها طاقة الحركة. وطاقة الوضع فوق بما انه متحركا رأسيا تحت تأثير وزنه فقط، طاقة وضعه فوق تساوي طاقة حركته تحت وخلصنا. وهتقول له نص كاف عين تربيع بيساوي طاقة الوضع اللي انت جبتها. صح؟ واقدر اجيب عين. تمام. قول قول أي حاجة تانية قول. بص يا امير، هو محبط ليه يا امير؟ لا لا لا، بص يا امير، اذا كان الجسم بيتحرك راسيا تحت تاثير وزنه او على مستوى ماء الاملس، مجموع طاقات الحركه والوضع بيساوي مقدار ثابت. ويبقى طاقه الوضع لحظه السقوط بيساوي طاقه الحركه عند سطح الارض. تمام. ماشي امير. تفائلوا بالخير تجدوه. وانت مش هتقفل الامتحان بكره بمذاكره الليله دي، احنا بس بننشط الذاكره النهارده وبنستعيد الذكريات اللي احنا تعبنا فيها طول السنه. والهدف الاساسي لو انا براجع النهارده او بعد الفطار لسه هراجع تاني، اني اعلي في رايي يعني من روحي المعنويه. لو المراجعه هتعمل العكس يبقى اقعد اتامل وانتظر الامتحان بتاع بكره، وانا متاكد ان بمذاكرتك طول السنه هتقدر تقفله لو ما زودتش توترك
بشكل من الاشكال دلوقتي. بالتوفيق يا باشمهندس امير. يلا يا استاذ شعبان. اه عندنا بقى هنا كميه الحركه عندها لحظه. يبقى قاف هنا بقى بيساوي دال ميم دال نون. ايوه. يعني بيساوي 60 ويبقى 60 ايه ضاين. السؤال ده مهم جدا يا استاذ محمد. طبعا. اما يكون الكتله متغيره بننبئ غير الكتله ثابته. الكتله متغيره يبقى اجيب كميه الحركه واشتقها. الكتله ثابته يبقى قاف بيساوي كاف ج. جميل. ماشي. ده كان السؤال الاول في يعني الفقره الاولى من السؤال ده تاني. بعدين ننتقل للفقره الثانيه. الفقره ب بتقول اثرت القوه قاف اللي بتساوي 2 س زائد 3 ص على جسيم وكان متجه الموضع عند لحظة معينة يعين من العلاقة. متجه الموضع ر بيساوي 3 نون تربيع زائد 7 في اتجاه س زائد نون زائد 3 في اتجاه ص، حيث قاف مقاسة بالنيوتن والمسافة بالمتر والزمن بالثانية. احسب الشغل المبذول من القوة من الزمن بواحد ثانية إلى الزمن بثلاث ثواني. هنا الشغل بيساوي إيه؟ قاف ضرب قياسي فيه. يعني انا هجيب الشغل مرتين. قاف ضرب قياسي فيه لما الزمن بواحد ولما بس الزمن. الاول اجيب الشغل عند اي لحظه. تمام. فانا عندي انا بس عايز قبل ما نبدا الحل، هو مش هينفع ابدا تقول انه من الزمن بواحد، وقلنا الكلام ده قبل كده. من الزمن بواحد للزمن بثلاثه باتنين. يعني اثنين وتروح لا تجيب لا 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 غلط طبعا. غلط طبعا. الاول اجيب الشغل عند اي لحظه. ايوه. فانا عندي متجه الموضع ر 3 نون تربيع زائد 7 س زائد نون زائد 3 ص. هجيب متجه الموضع الابتدائي هيبقى 3 نون تربيع س زائد نون ص. يبقى المتجه الازاحه بيساوي ر ناقص ر صفر. يبقى ف بيساوي هيبقى 3 نون لا هيبقى ر صفر هيبقى 7 وتلاتة نون. لما اقول ر ناقص ر صفر بقى هيطلع تلاتة نون تربيع س زائد نون ص. تاني ده متجه الموضع عند اي لحظة. جبت متجه الموضع الابتدائي انا احط نون بصفر يطلع 7 س زائد 3 ص. ف بيساوي ر ناقص ر صفر يبقى تلاتة نون تربيع س زائد نون ص. انا عندي قاف بتساوي ايه؟ قاف بتساوي 2 س زائد 3 ص. انا عندي الشغل بتساوي ف ضرب قياسي قاف او قاف ضرب قياسي ف ما تفرقش. يبقى الشغل 6 نون تربيع زائد 3 نون. ده بيسموه الشغل عند اي لحظة. نيجي بقى عندما نون بواحد. ادي الشغل عند اي لحظة. عندما نون بتساوي واحد يبقى الشغل 6 في 1 زائد 3 في 1 يطلع 9 جول. عندما نون بتساوي 3 يبقى الشغل شين 2 6 في 9 زائد 3 في 3 يبقى 54 زائد 9 يبقى 63 جول. يبقى الشغل اللي هو طالبه يبقى شين 2 ناقص شين 1. 63 ناقص 9 هيطلع 54 جول. حتى بقى من عندي ده الشغل عند اي لحظه. افرض عاوز اجيب القدره اشتق الشغل هنا ما اقولش قاف عين بقى هنا يا استاذ محمد. واحد يقول لك طب ما نقدر نروح مشتقين الازاحه ونجيب السرعه. بقول له قاف عين ما ينفعش لان هنا القوه والسرعه مش في نفس الاتجاه. مش ضامنين هو يعني في نفس الاتجاه. اخر القوه دي انت لو بصيت بعينك حتى هتلاقي ان خط عملها ميله 3 على 2. بينما الازاحه برضو لو انا بصيت لها هتلاقي عند الزمن الفلاني الازاحه دي ميل خط عملها بيساوي كذا على كذا ما هوش 3 على 2. فبالتالي ما اقدرش اقول له قف. يبقى اشتق مثلا يبقى عندك مثلا ادي الشغل اهوت عند اي لحظه. اللي هو 6 نون تربيع زائد 3 نون يبقى القدرة دال شين دال نون يبقى 12 نون زائد 3. عندما نون بأربعة نون بخمسة أقدر أعوض نون. عندما مثلا نون باتنين يبقى 12 في 2 زائد 3 24 زائد 3 يبقى 27 واط.
هننتقل بقى الى مساله على طاقه الوضع، بس قبل ما نخش فيها، قبل ما نبدا هناخد تليفون تاني من الاسماعيليه، الباشمهندس محمد. اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ اهلا بيك يا حبيبي، اهلا وسهلا. انا اللي كنت جبت المساله بتاعت المضخه دي. طب ده احنا عايزينك بقى، اللي هو المضخه اللي بترفع الماء راسيا من عمق 10، هي دي مساله مغزوفات يا محمد؟ أنا موجودة في الكتاب اللي أنا جايب منه يعني. اللي هو إيه؟ موجودة في اللي هو على طاقة الوضع والحركة. على طاقة الوضع والحركة؟ يعني في المسائل اللي هي بتاعت طاقة الوضع والحركة. في كتاب عمره كام سنة؟ يعني إيه عمره كام سنة؟ يعني ده كتاب أنت شاريه السنة دي من السوق، ولا كتاب بتاع حد قريبك قديم شويتين؟ لا هو بتاع حد قريب. قريبك لسه عايش طبعًا. أيوه. أنا عايز أنا عايز فكرتي يا محمد إن أنت هتجيب الخط. بس معلش بس لو سمحت، هو كاتب هنا قانون، كاتب القدره بتساوي ضاد زائد طه على نون، معرفش جاب القانون ده منين يعني. هو مش عندنا. ما عشان كده شفت انا عمال اهزر معاك والمح وانت خلصت الموضوع بالجمله الاخيره. ما هو انت ما عندكش اصلا القانون المستخدم في حل مساله اللي انت بتتكلم عليها دي، ولذلك انا طبعا هو الامتحان بكره يعني ما فيش مجال للحديث في الاطار ده، لكن يعني هو اسمح لي من غير زعل. هتزعل يا محمد من الجمله اللي جايه؟ لا مش هزعل. توعدني؟ هو انت ايه اللي يجبرك تذاكر من كتب قديمه يا محمد، لما الكتب سواء كتاب المدرسه او دليل التقويم او ما شابه، والجديده الكتب اللي نازله في المنهج الجديد مليانه، لا قدر الله انت طبعا متماسك ومفيش حاجه بتاثر عليك. تخيل انت لو مش بنفس التماسك ده وحاجه زي كده وانت اتخضيت، ايه ده؟ دي مش في المنهج، او انت مش هتدرك انها مش في المنهج بقى، ده انا ما خدتهاش، تخلي عندك توتر غير عادي. واحنا لو ما ادركناش كده وقعدنا نقعد نعمل كده في الجزء الاول من الحلقه كنا وطرنا زمايلك كمان. شوف انت ممكن توصل لايه. سيبك من زمايلك، هو ده قانون هو كمان. يعني هو نفسه رد على نفسه وقال ايه القانون ده. طيب ما تخلينا في المسائل الكتيره قوي، ده انت عندك افكار لا حصر لها يا محمد، عشان ما نطولش يعني، لا حصر لها في كتاب دليل التخويف. انت جبت مساله في الاول كويسه بتاعت القدره. وحليناها له طبعا. انت فاهم انا بقول ايه يا محمد؟ فاهم. يعني خلينا يعني اقصد ايه، ربنا يقدرنا على اللي عندنا. معلش بس، هو اصلا بعد بيجي في امتحان التفاضل ده انا اي مساله مش بقول. لا يا فندم اسمح لي، امتحان التفاضل مش صعب يا ابني، مش صعب. هتزعلني كده. هو لما يقول لك يا محمد عشان نقفل معاك بقى، لما يقول لك في الامتحان اللي قاله صعب ده الشرطه سين بكذا، وده اللي معرفه بقاعدتين، انت مش فاهم انه لما اكامل ده الشرطه يديني الداله الاصليه؟ انا حليتها وحليتها كمان. الامتحان كله سهل، وما دام حليتها يبقى صعبه ليه؟ ماشي، بس شكلها جديد مختلف. لكن ما تقولش مش في المنهج، هي شكلها مختلف. انا ما انكرش ان شكلها مختلف، لكن ما دام انت حليتها يبقى قدرت تتوصل الاجابه من معلومات المنهج، من معلومات المنهج، مش تجيب معلومات اساسا مش في المنهج. عمري ما اسالك في معلومات مش في المنهج. حصلت رد عليا كده واحرجني، قولي لا في معلومه في الامتحان الفلاني يلزم لحل المساله دي معلومه مش في المنهج، قول لي كده، احرجني على الهوا كده. لا مستحيل، مفيش يا ابني. حلو، ولذلك انا بطمنك اهو. انت خلاص كلامي مقتنع بيه ولا لا الاول؟ لا مقتنع خلاص. تمام، وفاضل بقى علشان كان في سؤال تاني. عيني اتفضل، يلا استاذ شرف. المساله اللي هي بتاعت المصعد الكهربي اللي هي كانت على ثلاث مراحل وحضرتك حلتها بشبه المنحرف. ايوه زمان، ده زمان من ثلاث شهور كده. ليه خدنا المسافه كلها المساحه؟ يعني مش المفروض تبقى المحيط؟ لا، ما هو اصل في قاعده بيقول لك المساحه اللي تحت المستقيم تعتبر هي المساحه المقطوعه، المسافة المقطوعة. يعني مثلا جسم مشي كده، مش كده؟ ماشي بقى ماشي. احنا خدنا المسافة كلها المساحة، صح؟ طب احنا ليه مش خدنا المحيط بتاع شبه المنحرف هو المسافة كلها؟ لا يا ابني لا، المسافة هنا يعتبر مساحات. وساعتها احنا في الحلقة اللي بعدها قلنا خلينا في الكلام الطبيعي اللي هو نعملها على ثلاث مراحل عشان ما نلخبطش حد. ده لو انت تابعتنا في الحلقة اللي بعدها. لا بص، لو ده علاقة بين سرعة وزمن، مش كده؟ المسافة اللي تحت المستقيم دي تمثل المساحة المقطوعة في نفس الفترة الزمنية دي. يعني مثلا ديت المسافة المقطوعة لغاية هنا، وبعدين كده المسافة التانية في الحتة دي، ودي المسافة دي كمان. وعايز يرد يعني علينا برد ذكي ومؤدب، هو راجل محترم يعني محمد. ليه ما نقولش المحيط؟ لا هو رده أذكى يعني، أنا شايفه ذكي جدا. بيقول لك إيه؟ طب ما هو الفكرة بتاعت المنحرف دي مثلا مش من ضمن الحاجات اللي مقررة علينا. يا سيدي احنا بنضيف اضافة اذا حابب تتعلمها، لكن مش مجبر انك تحل بالاسلوب ده. لو انت ما شفتوش قبل كده حل بالاسلوب العادي. انت طبعا تقصد كده يعني بلاش اعرفها؟ لا اعرفها طبعا، ما احنا بنقول لك اهو. بقول لك اهو هنا المسافة بتعتبر المساحة اللي اسفل المنحنى، مش المحيط. قول يا محمد ايه تاني؟ دي تمام؟ يعني دي تمام يعني الاول؟ المسافة
المسافه الاولى اللي هي هناخد مساحه المثلث الاول مثلا او مساحه المستطيل ومساحه المثلث، فقلنا ده عباره عن كل شبه منحرف بدل ما اقسمه. ماشي ماشي، من اول ما ابتدى لغايه ما سكنه. تمام يا محمد، ماشي فهمت خلاص. ماشي. تمام تمام، شرفتنا يا محمد، وانا انصحك تحلها بالاسلوب العادي على الاقل في الوقت الراهن اللي احنا فيه عشان بكره الامتحان لو حاجه شبه كده جت. شرفت ونورت يا محمد. نرجع نكمل يا استاذ شعبان. ماشي، يبقى عرفنا المضخه دي مش تبعنا. اوكي لا يلا نخش بقى في السؤال الثالث. بيقول اثرت القوه قاف تمام تساوي 6 س زائد 8 ص على جسم فحركته من الموضع ا الى الموضع ب في زمن قدره 3 ثواني، وكان متجه الموضع للجسم يعطى بالعلاقه ر تساوي 2 ن تربيع زائد 3 في اتجاه س زائد 3 ن تربيع زائد 2 في اتجاه ص. احسب التغير في طاقه الوضع للجسم حيث القوه بالنيوتن والر. انا تعمدت اجيبها زي المساله اللي فاتت. حلو. بس طلبت حاجه ثاني اللي هو التغير في طاقه الوضع. ده سؤال مهم شبه اللي جه السنه اللي فاتت. يبقى التغير في طاقه الوضع بيساوي ايه؟ سالب الشغل المبذول. فانا هجيب الازاحه بقى، فانا عندي قاف اصلا ب6 س زائد 8 ص قادر ايه؟ عندنا الاسماعيليه منها مكالمات كتير جدا النهارده، واخرهم دلوقتي مكالمه من محمد برضو بس مختلف عن اللي فات. اهلا بيك يا باشمهندس محمد. اهلا بحضرتك. منور يا محمد. انا كنت مع حضرتك في مساله السرعه المتوسطه. يلا عايز انت سالت من شويه. قول شفت الاجابه. عاوز بس اعرف بالنسبه للمساله الثانيه بتاعه القانون الثالث. ايوه بتاعت الراجل 80 كيلو. فعملنا عملت ايه بالظبط؟ هو احنا جبنا الضغط على الـ على الـ على كف الرجل. المساله الثانيه مش بتاعت الثواني، اللي هي الراجل 80 كيلو وماسك كفه والثقل اللي فيها 2 كيلو وحركنا الكفه لاعلى، جبنا ضغط الثقل على كفه الرجل او على كف الرجل. فضفنا هذا الضغط على وزن الرجل واعتبرنا انه مجموعهم على بعض هو اللي بيأثر على الميزان اللي واقف عليه الضغط، واقف عليه الراجل. انما لو هينزل الكفه لتحت بدل ما اجمع وزنه زائد الره هطرح وزنه ناقص الره. هي الورقه هتطلع حالا تشوف الرسمه عامله ازاي في جزئها الاول. لو نزل الكفه لتحت بنطرح لو طلعها لفوق بنجمع. ماشي يا محمد. تمام طيب. يعني انت طيب. سؤالك ايه علشان لو عشان بقولك هو طالع نجمع ولا واحنا طبعا هو طالع بنجمع وهو نازل نطرح وزن الراجل ناقص. تمام ماشي. بالنسبه للسؤال البسيط بس، بالنسبه للقوانين الطاقه تحت الوضع وتحت الحركه. ماله؟ امتى بنستخدم القانون التغير في طاقه الوضع بيساوي شغل الوزن بس، وامتى تغير في طاقه الحركه بيكون الشغل المحصل زي ما قلنا الاسبوع اللي فات؟ الطه زائد الضاد عند اي نقطه. طب بص، قولا واحدا التغير في طاقه بيساوي عند النقطه الثانيه. ايوه بس التغير في طاقه الحركه بيساوي الشغل الكلي المبذول في اي نوع من انواع المسائل، حركه افقيه، حركه راسيه، على مستوى مائل، املس، خشن، اي حاجه. بينما ولسه عيدها في المره العاشره تقريبا، خد بالك يا محمد، التغير في طاقه الوضع بسالب الشغل او مجموع طاقتي الوضع والحركه يظل ثابتا اثناء الحركه، الاثنين دول بس فقط وفقط اذا كانت المساله فيها حركه غير افقيه. يعني ايه غير افقيه؟ يعني راسيه او على مستوى مائل، وكمان واملس تحت تاثير الوزن فقط. ما فيش وزن فقط، ما فيش مستوى خشن، مستوى املس. هذا محمد. تمام واضح كده. يعني بص يا محمد، لو قذفت جسم راسيا طالع نازل مجموع تغير الحركه بيساوي مقدار ثابت، على المستوى المائي الاملس برضه مجموع تغير الحركه الوضع بيساوي مقدار ثابت. تمام في حاجه تانية؟ طيب مساله البندول. حلو، مالها؟ نحل واحده. بلون بندول بندول ولا بلون؟ البندول بندول. مالها؟ بندول بسيط. طب نكتبها بندول بسيط. شوف اهو، ادي بندول. يتكون من خيط خفيف طوله 80 سم. يلا نكتبها معاه، هو هيقول خيط طوله ويحمل في طرفه جسما كتلته 4 جرام. يحمل
جسما كتلته 4 جرام يتدلى راسيا 4 جرام ويتذبذب في زاويه قياس 120 درجه. انت ممكن ترسم على طول استاذ شعبان على راس. طب بص بقى معايا البندول بيتحرك بزاويه كام؟ 120 60 يمين و60 شمال. اوجد الزياده في طاقه الوضع عند نهايه المسار عنها في منتصفه. ايوه اهو حاجه بسيطه كده ما تأزمش نفسك. ادي الجسم كتلته اهوت 4 د مش كده، وده 80 سم، ده 60 درجه وده 60 درجه. طاقه الوضع عند نهايه المسار هي طاقه الحركه عند منتصف المسار. هي طاقه الوضع عند نهايه المسار. ليه بقى؟ طول ما الجسم بيتحرك كده طاقه الوضع بتقل بينما طاقه الحركه بتزيد. اعمل لنا بقى نقطه صفر كده يا استاذ شعبان بالعرض. ايوه معانا محمد. تمام معاك. الخط الافقي اللي تحت ده هو نقطه الصفر بالنسبه لطاقه الوضع. ايه الخط الافقي اللي بيترسم حالا دلوقتي قدامك ده يعتبر نقطه الصفر لطاقه الوضع، الارض بتاعت المساله. لان في خلط كبير جدا، يعني قلناه قبل كده والاخر مره بقى قبل الامتحان نقوله، واحد يقول لك طب طاقه الوضع عند النقطه الف دي مش كاف دال لام؟ نقول له اه. طب الكاف موجوده والدال عارفينها، اللام دي بعده عن ايه؟ عن الارض. وانهي ارض؟ الارض اللي فيها الساعه اللي فيها البندول، ولا الارض اللي في الشارع لو انا ساكن في هو الارض يقصد بيها الارض بتاعت السؤال. في مساله البندول اللي بنسميها احنا رياضيا نقطه الصفر لطاقه الوضع اللي هو الخط الافقي اللي تحت ده. اتفضل. بص طاقه الوضع عند نهايه المسار يا عبارة اهو، طاقة الوضع عند الف يساوي كاف دال في لام. أيوة. لام في اللام اللي هي ده ايه؟ أيوة. اللي هو البعد الرأسي. في اللي هي 4 من 10 اللي هي البعد الرأسي ده. اللي هو بقى شوف بقى دي 30 يعني 4 سم. ده 8 وده في المنتصف يعتبر. ما هو 30 درجة تحت. يبقى ده 4 سم، يبقى ده 4 سم. يبقى 4 سم. 80 40 سم عشان دي 80. لا دي 8 سم. هو 8 سم ولا 80 سم؟ مش 80 سم. ماشي يبقى النص يعني. يبقى 40. يبقى عندنا كاف اللي هي 4 دال في 40. يعني 4 في 980. يبقى 4 في 980 في 40. التمييز ايه بقى؟ ارج. ارج. واللي طلع ده يعتبر طاقة الوضع عند ألف وفي نفس الوقت طاقة الحركة عند ب. يعني طاعة عند ب. بيساوي برضه 4 في 980 في 40. بس هو استخدمنا القانون ده هنا عشان الجسم بيأثر عليه وزنه بس وغير متحرك حركة أفقية. الله يفتح عليك. ده مش حركة أفقية زي ما أنت شايف كده شاور له كده على الحركة. ده الحركة والوضع بيساوي مقدار. لا شاور له على الحركة بعد إذن. أيوه مش أفقية دي. أي بص بص عاملة إزاي؟ كيرف. يبقى حركة غير أفقية وتحت تأثير الوزن فقط. يعني مجموع طاقتها الحركة والوضع عند أ هي مجموع طاقتها الحركة والوضع عند ب. بس طاقة الحركة عند أ بصفر. وطاقة الوضع عند ب بصفر. لذلك طاقة الوضع عند أ بيساوي طاقة الحركة عند ب. واضح كده محمد؟ تمام. وكان طالب أقصى سرعة للجسم المعلق. ما هتطلع عين بقى اللي عندك دي نص كاف عين تربيع. نص كاف عين تربيع بتساوي 4 في 980 في 40. ادي نص اضرب في 2 واقسم على كاف جبت مربع السرعه. نص في 4 عين تربيع هتساوي 40 في 980 في 40. دي مع دي فيها 2 ودي مع دي فيها 490 يبقى 16 في 0.094 يبقى عين 4 في 70 يبقى 280 سنتيمتر على السنه. ربنا يوفقك. انا لاحظت دلوقتي حاجه يا رب بكل اتفرجوا لا انه صوته في نهايه المكالمه اختلف تماما وكانه بني ادم جديد عن صوته في المكالمه. لا 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 بس شاطر. اهلا بيك يا محمد وبالتوفيق يا رب ليك ولكل الطلبه بكره في الامتحان. استاذ شعبان ايوه احنا كل ده وما زلنا متوقفين بس كويس ان احنا بنرد على متوقفين عند السؤال الثالث اللي هو عاوز يجيب الطرف طاقه عاوز يجيب الطرف طاقه اللي هو الطرف طاقه الوضع. طبعا انا عندي خافض ر هجيب طبعا هجيب الشغل يبقى اجيب ر صفر يبقى 3 س زائد 2 ص يبقى ف ر ناقص ر صفر يبقى ف بتساوي 2 ن تربيع س زائد 3 ن تربيع ص.
هجيب بقى الشغل عند اي لحظة قاف ضرب قياسي فيه. قاف عندنا 6 في 2 ب 12 نون تربيع، 8 في 3 ب 24 نون تربيع. يبقى الشغل عند اي لحظة بيساوي 36 نون تربيع. طب احنا عاوزين الكلام ده عندما نون بكام؟ عندما نون بتلاتة. تلات ثواني. يبقى الشغل 36 في 9 هيطلع 324 جول. عندنا بقى التغير في طاقة الوضع سوي سالب الشغل المبذول، يبقى سالب 24.3 جول. يبقى ده التغير في طاقة الوضع. ده كلام جميل. منه نخش على المسألة اللي بعدها اللي فيها تصادم، بنقول فيها قذفت كرة كتلتها 15 كيلو بسرعة 16 متر على الثانية، قذفت على مستوى أفقي ضد مقاومات قدرها 7.5 نيوتن، وبعد 10 ثواني صدمت كرة أخرى كتلتها 4. حلوة المسألة دي على فكرة. لا ده احنا قلنا بقى لو واحدة اتحركت وقبلها بأربع دقايق معناها النوبة اللي فاتت في الفرقة، ومرة قبلها قلنا واحدة اتحركت ومن الجهة الأخرى، لا أصل دول غير بعض، في واحدة في المدرسة اتحركت في اتجاه متضادين، دول في اتجاه متضادين دي في كتاب المدرسة، في واحدة تانية بقى اللي هي واحدة قامت والتانية بعدها بأربع ثواني أو قبلها دي التالتة بتاعتهم بقى. بيقول لك قذفت الكرة اللي كتلتها 15 كيلو بسرعة 16 متر على الثانية على مستوى أفقي ضد مقاومات 7.5 نيوتن، وبعد 10 ثواني صدمت كرة أخرى كتلتها 24 تتحرك. طب استنى بقى استاذ محمد في الحتة الأولانية، هي الكرة قذفناها بسرعة 16 متر على الثانية حلو ضد مقاومات، يبقى في عجلة أكيد، يبقى عندنا لو أنا جيت أدي الكرة قذفتها كده يبقى في مقاومات كده، لو جبنا معادل الحركه يبقى سالب ميم بيساوي كف ج، المقاومه 7.5 نيوتن، الكتله 15 في ج، يبقى ج بتساوي سالب نص متر على الثانيه تربيع. طب بعد 10 ثواني هيبقى لها سرعه، يبقى ع بتساوي عن صفر زائد ج ن، يبقى 16 ناقص نص ن ب 10، 16 زائد ناقص 5 يبقى تديك 11 متر على الثانية. لما كان سرعة 11 متر على الثانية صدمت كرة أخرى. آدي لو جينا رسمنا بقى لها رسمة تاني هشوف، قال لك وبعد 10 ثواني صدمت كرة أخرى كتلتها 24 كيلو جرام تتحرك في نفس الاتجاه بسرعة 5 متر. يبقى آدي الكرة اللي ورا اهي اللي أنا جبت سرعتها 11 متر على الثانية اللي كتلتها 15 كيلو جرام، صدمت كرة تانية كتلتها 24 ماشية بسرعة كام؟ 5 متر على الثانية، فأصبحت الكرة الأولى فأصبحت فإذا أصبحت سرعة الكرة الأولى بعد التصادم فأصبحت سرعة الأولى بعد التصادم 7 في نفس الاتجاه في نفس الاتجاه 7 متر على الثانيه. عاوز اجيب سرعه الكره الثانيه فانا هفرض متجه واحد اهي كده كلهم في اتجاه واحد، يبقى كف واحد عن واحد زائد كف اتنين عن اتنين بيساوي كف واحد عن واحد شرطه زائد كف اتنين عن اتنين شرطه، يبقى اقدر اقول له 15 في 11 زائد 24 في 5 بيساوي 15 في 7 زائد 24 في عين. هقدر استنتج عنها بالاله هتطلع 7.5 متر على الثانيه. عاوز دفع كل الميكرواتين على الاخرى، هو اصلا دفع الاولى على الثانيه بسالب دفع الثانيه، اجيب دفع اي واحد فيهم وخلاص. يبقى مثلا دفع اللي هو دال كاف في عين شرطه ناقص عين، هل لو جيب دفع الكره الاولى هيبقى 15 عين شرطه 7 ناقص عين ب 11 هيبقى سالب 60 نيوتن ثانيه، يبقى دفع كل من الكرتين على الاخرى كمقدار يعني يبقى 60 نيوتن ثانيه. طاقه الحركه المفقوده هجيب بقى مجموع طاقه الحركه قبل التصادم ومجموع طاقه الحركه بعد التصادم عشان ده سؤال بيجي كتير في الامتحان اهو. طاقه الحركه المفقوده
هجيب مجموع طاقتي الحركة قبل التصادم، هيبقى نص 15 في 11 تربيع زائد نص في 24 في 5 تربيع، هيطلع مجموع طاقة الحركة قبل التصادم هيطلع 1207.5 جول. هجيب مجموع طاقتي الحركة بعد التصادم نص 15 في 7 تربيع زائد نص في 24 في عين تربيع اللي هي طالعه بكام؟ ب 7.5، هيطلع ب 1042.5 جول. يبقى طاقة الحركة المفقودة نتيجة للتصادم 1207.5 ناقص 1042.5 هيطلع 165 جول. تمام كده يا استاذ محمد؟ عايزين ندخل معانا بقى من بني سويف اسلام، نشوف لو عايز يشترك او عنده سؤال او استفسار. اهلا بيك يا اسلام او باشمهندس اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا استاذ؟ اهلا بيك. بس انا قلت معايا السؤال اكمل كده. يلا قول. هو اتنين يعني سؤالين اتنين. يلا بقى 10 قول احنا معاك. او لاعب سقط جسم وزنه 1 كيلو جرام. سقط جسم كتلته 1 كيلو. سقط جسم، سقط جسم وزنه 1 كيلو جرام. 1 كيلو جرام وزنه، سقط جسم وزنه 1 كيلو جرام. من ارتفاع، من ارتفاع 4.98 متر. 4.9 متر من سطح الارض. فسكن تماما عند سطح الارض. فسكن تماما عند سطح الارض. كان رد فعل الارض على الجسم ثاني. ورد فعل الارض على الجسم اللي هو دفع. لا، ما انت هتجيب قوه الدفع الاول. ولا ما عندكش زمن التصادم؟ لا، هو اللي هم 50 سنه اللي هم الوزاره من الزلام. هو سكن تماما تعني انه اول ما اصطدم بالارض كان له سرعه، وبعد التصادم سرعته صفر. ايوه، انا جبت سرعه قبل التصادم على طول. قبل التصادم دي سهله، يا عين تربيع بيساوي صفر تربيع زائد 2 ده الف. سكن اول ما وصل للارض، يعني لم يرتد، لم يرتد يعني السرعه بعد التصادم. ما فيش سرعه بعد التصادم. فبالتالي يبقى التغير في كميه الحركه نتيجه الارتطام بالارض كافي عين بعد التصادم اللي هي صفر ناقص العين اللي احنا جبناها. ايوه، ده التغير في كميه الحركه، وهو يساوي الدفع. وهو بيساوي رد الفعل بتاع الارض. تمام. بس هنا بقى لو كان، بس استنى، هي المساله فيها حته هنا. هو لازم يديك ثمن التصادم. لا، هي موجوده في الامتحانات بتاعت الوزاره. يعني انت كده هو، طب هو اللي يطلع رد الفعل ده يعني هو ايش؟ رد الفعل يبقى هو يعتبر وزن الكتله زائد قوه الدفع. القوه الدفعيه زائد الوزن. القوه الدفعيه زائد الوزن. طب ما القوه الدفعيه اجيبها ازاي؟ وزنه كاف دال زائد القوة الدفعية، على اعتبار ان الزمن فاكر مسائل المتتابعات الهندسية؟ فاكر يا اسلام مسائل المتتابعات الهندسية اللي بنجيب فيها مجموع حدود المتتابعة الى ما لا نهاية بيساوي الف على واحد ناقص ر؟ الخلاصة يعني كنا بنجمع 5-6-10 حدود، والباقي نقول ارقام متناهية في الصغر يمكن، يعني هو الف على واحد ناقص ر، كأنه زمن التلامس ده من كتر ما هو صغير متناهي في الصغر يمكن يعني يهمل، يعني يهمل. فنقول له القوة الدفعية يعتبر كمية الحركة في زمن مهمل هي القوة الدفعية زائد الوزن يديك رد الفعل. يعني هو الناتج يعني حلها كده مثلا؟ حلها على كده طبعا. هو عامة السؤال لو في أي نوع من أنواع اللبس لا يصلح إنه يجي في الامتحان، بس أنا رديت لك، ردينا لك على اللي أنت بتطلبه دلوقتي. ايوه. ايه تاني يا سيدي؟ انت قلت كذا واحده. اللي هو مدفع سريع الطلقات اللي هي برضه في مدفع سريع الطلقات. مدفع؟ قول، فكرنا بيها. مدفع سريع الطلقات يطلق 10 رصاصات في الثانيه. 10 رصاصات في الثانيه. كتله الرصاصه كام؟ كتله كل رصاصه 19.6 جرام. 19.6. ايوه. وسرعتها 250 متر على الثانيه. 250 متر على الثانيه.
احسب متوسط قوة رد فعل المؤثرة على المدفع. ليها كمية الحركة ولا ايه؟ اه ليها كمية الحركة على طول، ما هي في ثانية واحدة. ما تجيب الكاف الدفع اللي هو هجيب كاف في الثانية. ايوه 10 10 في 19.6 من 10 دي كتلة الرصاص 196 جرام. أيوة. يبقى كمية الحركة كاف في عين. اللي هي 196 من 1000 في 250 اللي هو يعتبر زي ما انت بتقول قوة الدفع. ليه بقى؟ اصل هي اصل قاف في نون هنا قاف واحد بيساوي كاف في عين على فكرة. تطلع نيوتن متر على الثانية. يعني أيوة. الدفع في الحالة دي اللي هو قاف في نون هو التغير في كمية الحركة، وزي ما قلت انت من شوية هو 10 رصاصات، الرصاصة الواحدة 19.6 من 10، يبقى الكتلة الكلية 19.6 من 10 في 10 يبقى 196. يعني 196 الكتلة دي مضروبة في السرعة 250، بس بعد ما اظبط الوحدة بتاعت الكتلة خليها 196 من 100 250 في 100 في 250 الكتلة في السرعة دي اسمها كمية الحركة. هي كمية الحركة دي بتساوي القوة الدفعية في زمن التلامس. الزمن هنا واحد، هنا الزمن عشان واحد، هي في ثانية واحدة. ويبقى قوة الدفع هنا اللي تتعوزها 196 في 250 في 100. يبدو انه سؤاله ذكي برضو. احنا معظم اللي كلمونا النهاردة اذا ما كانش كلهم اسكياء في اسئلتهم. هو بيقول لك ليه بتعتبر هنا بواحد، وهنرد له على السؤال ده عشان قالك في ثانية، ليه بتعتبر هنا واحد وهناك متناهي في الصغر؟ هناك ما فيش ما يشيل لانه بواحد بل بالعكس، انما هنا قال خلال 10 رصاصات في الثانية. أيوة واحد. يبقى الزمن محدد بالثانية بس. عرفت هنا زمن التلامس بواحد ليه؟ ايوه انا محضر في عشان الكتلة في ثانية. وعرفت ليه؟ أيوة. لما قلنا انه رد الفعل بيساوي القوة الدفعية ما قلناش زائد او ناقص الوزن. هناك لما كان نازل قلنا القوة زائد الوزن، مش كده؟ ليه هنا ما قلناش أيوة. زائد الوزن ولا ناقص الوزن؟ عشان هو افقية، عشان الحركة افقية. الله يفتح عليك. بس كده. حاجة تاني؟ شكرا استاذ، ربنا معاك ويوفقك ان شاء الله حبيبي. بكرة نرجع نكمل يا استاذ شعبان. وقفنا الى عند السؤال الرابع، مش كده؟ أيوة. مسألة بسيطة بس مهمة كالعادة على الميزان الزنبوركي وقانون نيوتن الثالث. بيقول علق جسم في ميزان زنبوركي مثبت في سقف مصعد، فسجل الميزان القراءة 7 ثقل كيلوغرام عندما كان المصعد ساكنا. يبقى عرفت كتلته على طول. ادام المصعد ساكن اهو، ادي المصعد ساكن، يبقى ريه بتساوي كاف د. فقرات الميزان 7 في 9 و 8 بتساوي كاف في 9 و 8، يبقى كاف بيساوي 7 كيلو جرام. كويس، يبقى انت عرفت كتلة الجسم. ثم سجل القراءة كام بقى؟ ثم سجل القراءة 8 ثقل لما تحرك رأسيا بعجلة. بعجلة. بس ما حددتش بقى. اه. الحركة الرأسية دي ظروفها ايه؟ لا اعلى ولا اسفل؟ نقارن بين الوزن الحقيقي والوزن الظاهري. نقارن مين الاكبر يحدد لنا اتجاه الحركه. يبقى عندنا الوزن الحقيقي 7 في 9 و 8 من 10 نيوتن. الوزن الظاهري اللي هو قراءه الميزان 8 في 9 من 10 نيوتن. يبقى الوزن الظاهري أكبر من الوزن الحقيقي. يبقى المصعد صاعدا بعجلة. هيبقى عندنا بقى ر اللي هو الوزن الظاهري ناقص كاف د بيساوي كاف ج. ر اللي هو الوزن الظاهري اللي هو 8 في 9 و 8، كاف د 7 في 9 و 8، كاف بسبعة جيم. يبقى تسعة وتمانية بتساوي سبعة جيم، يبقى جيم 1.4 متر على الثانية تربيع لأعلى. يبقى انت عرفت مقدار واتجاه الايه؟ العجلة. ننطلق منها الى الفقرة الثانية من السؤال الرابع. انا بس اخشى ما اخشاه لان الورقة اصلها قدامي لسه ما حركتهاش. كان محمد من اسماعيلية سألنا مرة تانية، اتصل وقال لما الكفة تطلع لفوق في المكالمة الثانية بنجيب ريه، واحنا قلنا هنجيب ريه طبعا بمعادله الحركه ريه ناقص كاف د بيساوي كاف ج، ولما تنزل تحت هنعمل معادله مختلفه طبعا ريه ثانيه غير اللي فوق. بس ريه الثانيه دي اللي هو لما نزل كفته ورب يبقى سامعنا محمد، هنعمل فيها ايه؟ هنضيفها على الوزن ولا ايه؟ لا ما احنا قلنا هنطرحها من الوزن. يعني لما بنزل الكفه بتاعتي لتحت الريه هو ده اعتقد اتصل مره ثانيه مخصوص عشان دي. لما هنزل الكفه
وانا لسه واقف على الميزان ضاغط عليه اللي هو كفدال بوزني انا اللي هو 80 في 9 اطرح منه اللي هو يعني لما هنزل كده الريه تختلف تقل عن لو انا طلعتها فوق بس سواء قلت او ما قلتش هعمل بيها ايه؟ طبعا ما احنا قلنا هنضيفها على ايوه على الوزن بتاعه هو هيطلع قراءة الميزان ايوه وهو نازل هنطرحها من الوزن يطلع قراءة الميزان تمام ماشي. طيب ننطلق بقى الى الفقرة الثانية من السؤال الرابع بتقول تتحرك سيارة كتلتها 2 طن هتظهر معانا حالا المسألة هذه السيارة اللي كتلتها 2 طن قدرة آلتها 20 حصان تتحرك على طريق أفقي تتناسب فيه مقاومة الطريق للحركة طرديا مع مقدار السرعة فإذا كانت أقصى سرعة للسيارة على هذا الطريق 90 كيلومتر كل ساعة فما هو مقدار قوة المقاومة عن كل طن للسيارة عندما تتحرك بسرعة 18 كيلومتر كل ساعة طيب. احسب كمان كمية حركة الرصاصة عند هذه السرعة دلوقتي أنا عندي القدرة 20 حصان وعندنا الكتلة 2 طن وأقصى سرعة 90 في 5 على 18 هيطلع 25 متر على الثانية طبعا عندي أقصى سرعة عندي القدرة أقدر أجيب قاف يبقى القدرة قاف في عين 20 في 75 قاف عين ب 25 يبقى قاف هتطلع ب 60 سكل كيلو جرام أدام ماشي بأقصى سرعة يبقى قاف بتساوي ميم يبقى ميم واحد بتساوي 60 سكل كيلو جرام عندما عين واحد ب 25 متر على الثانية قال لك المقاومة تتناسب مع السرعة ميم بتتناسب مع عين يبقى ميم واحد على ميم اتنين بتساوي عين واحد على عين اتنين هو عاوز يجيب المقاومة لما كانت السرعة 18 كيلومتر على الساعة يبقى ميم اتنين مش عارفها عندما عين اتنين 18 في 5 على 18 يبقى 5 متر على الثانية واقدر اقول له كده ميم واحد 60 على ميم اتنين هتساوي 25 على 5 يبقى ميم اتنين ب 12 سكل كيلو جرام طب هو عاوز يجيب اوجد مقاومة لكل طن يبقى مقاومة الطن المقاومة الكلية على الكتلة باتنين يبقى 6 سكل كيلو جرام لكل طن عاوز كمية الحركة عند هذه اللحظة او عند هذه السرعة يبقى كمية الحركة كاف في عين الكتلة اتنين في الف عين اللي هي 5 هيطلع الجواب في الاخر 0.0001 كيلو جرام متر على الثانية او نيوتن ثانية هو للأسف احنا كنا عايزين نحل مسائل اكتر ونتلقى مكالمات اكتر من اصدقائنا الطلاب لانه هم هيوحشونا جدا مع نهاية العام الدراسي ربنا يوفقهم ان شاء الله ويبقى الامتحان كويس لكن للأسف فاضل دقيقة على الحلقة فما فيش غير ان احنا يدوب ندعي لهم بالتوفيق وان شاء الله زي ما قلنا في بداية الحلقة النهاردة امتحان بكرة وهنفكركم ان شاء الله بعد الامتحان هيجي في متناول كل الطلاب صح كده يا استاذ شعبان ان شاء الله امتحان سهل وبسيط اسئله مباشره ان شاء الله ده الامتحان اللي اتعاد يعني أيوة. واحنا بصرف النظر عن طبيعه الامتحان تعبنا طول السنه وبذلنا مجهود وان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبنا باذن الله هنقفل الامتحان وعندك سؤال اختياري وما تبداش نصيحه مره تانية اذا كان سؤال اختياري هي عكسك ان عكسك يعني خليه في الاخر مش هيخسر يعني في النهايه يا استاذ شعبان طبعا نهايه الحلقه ونهايه العام الدراسي بنشكرك شكرا جزيلا وافرا على مجهودك اللي عملته معانا السنه دي والسنوات السابقه وفي انتظار السنوات اللاحقه ان شاء الله بتنورنا دايما وبنستفيد منك ووجودك معانا باستمرار ما ننساش كمان نشكر كل اصدقائنا بقى طلبه وطالبات الثانويه العامه مع دعواتنا الخالصه ليكم ان شاء الله كل الدعاء والامنيات ليكم بالتوفيق والتفوق ان شاء الله تحصلوا على اعلى الدرجات تحققوا كل اللي نفسكم فيه ونشوفكم ان شاء الله في احسن الاماكن اللي انتم عايزينها واللي انتم كمان تستحقوها الى ان نلتقي على خير باذن الله لكم منا اطيب الامنيات